جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل فضيلة الشيخ صالح، ملخصه أنه كان مارا بسيارته في أحد الطرق ودهس قطة دون أن يعلم أنها كذلك وظنها حجر، ثم إنه توقف ليرى ما الذي حدث، ثم اكتشف الأمر فحزن حزنا شديدا ويسأل هل عليه كفارة أو بماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه لم يتعمد وليس عليه شيء، لأنه لم يتعمد هذا، ولكن ينبغي لسائق السيارة أن يتمهل، خصوصا إذا رأى أمامه شيئا مشتبها فإنه يتمهل لدرء الخطر عن نفسه وعن سيارته، ولئلا يكون هذا الشيء من ذوات الأرواح، يكون من ذوات الأرواح فيقتله بغير حق. فعلى كل حال ليس على أخينا شيء في هذا لأنه لم يتعمد، لكن كان الذي ينبغي له أن يتمهل لما أقبل على شيء مشتبه، لكنه لم يفعل. فعلى كل حال ليس عليه شيء، وحتى لو تعمد فإنه لا يجب عليه كفارة، ولكن يجب عليه التوبة والاستغفار فقط. نعم.